أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. مستمعي جريدة أشواق، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج حنا معك. اليوم غادي نناقشوا واحد الموضوع حساس كيهم الأبناء وكذلك الآباء. تطرح علينا سؤال استاهل واحد لغيفليكسيون طويلة، وقررنا إن شاء الله نجاوب عليه. السؤال تيقول: عييت من التحكم ديال والديا فيا، واليوم ما بقيتش عارف شنو ندير. هذا السؤال أثر فيا وحسيت إحساس الفتاة اللي حطت هذا السؤال وكذلك إحساس ديال والديها. أول حاجة غادي نبداو بها هي نشوفوا هاد المجالات ديال التحكم شنو هي، حيت ما يمكنش والديا غيكونوا كيتحكموا في كاع القطاعات اللي كاينه في حياتي. وعلاش هاد الخطوة؟ باش نعرف إمتاش كيكونوا عاطيني حريتي في الاختيار والتعبير. فهاد الظرف كاين واحد لونفيرونمون، هاديك لونفيرونمون خصاتنا نحلوه نقطة بنقطة. إمتاش كتكون عندي الثقة؟ إمتاش كيكون عندي الاعتبار لشخصيتي الكياني؟ وعلاش؟ ونشوف عاوتاني المجالات اللي ما كيتيقوش فيا فيها، ونعاود نحلل نفس النقط شنو ناقص. هذه هي أول مرحلة اللي غادي تقدر تقربني من والديا، ونستمع للاحتياج ديالهم شنو كيتسناو من عندي باش نكسب الثقة وناخذ القرار ديال حياتي بنفسي. نعطي أمثلة. إلى مثلا والديا كيتحكموا فيا في التوجه الدراسي ديالي، إذا هما ما متفقينش معايا في الرغبة ديالي أنني نتبع آداب أو علوم أو اقتصاد. عندهم أسباب، وهنا نشوف واش ما تقوش في قدراتي في المجال اللي غادي نختاره، أو ما عندهمش معلومات كافية على داكشي اللي بغيت ندير. نمشي ما وراء الصراع، نمشي ما وراء هذاك السبب اللي خليهم باغين يتحكموا فيا، لان اكيد هاد الوالدين ما باغينش ليك الضرر او باغين يدبوك في حياتك. هما باغينك تنجح وباغينك توصل، وكيديروا اي استراتيجيه صحيحه لتوصلك لهذاك الهدف اللي باغين هما. نشوف علاش ونشرح لهم، نعطيهم المعلومه الصحيحه اللي غادي تخليهم يثقوا في الاختيار ديالي، ونثبت لهم انني قادر كابابل لداكشي اللي كندير. مثال اخر، مثلا فاش والدينا ما كيتقبلوش ان احنا نمشيو لهاد البلاصه ولا لهاد البلاصه ولا نخرجوا، خصوصا بالنسبه للبنات، فكتلقى ان الصراع كينوض بينها وبين الام ديالها او بينها وبين الاب ديالها. علاش خرجتي؟ علاش مشيتي؟ فين كديري؟ اش كتسناي؟ اكسيتيرا. هنايا نشوف والدي علاش عندهم التخوف. اولا شنو صدر مني في الماضي اللي خلاهم يكون عندهم هذا التخوف، ونحاول نصلحو ونثبت لهم انني ماشي نفس هذيك الشخصيه. ثاني حاجه نعرفهم شنو غادي يضرهم، هكذا نقدر نطمئنهم في انا فينا بلاصه نتصل بهم، ماشي نمشيو نقطع لي كوت في خطره، باش هما يكونوا مرتاحين وتا انا نكون مرتاحه. خلاصه، الخطوه الاولى نشوف امتاش والديا تيكونوا واثقين فيا وعاطيني حريتي وعاطيني حقوقي كامله. الخطوه الثانيه نشوف امتاش كيكون العكس، وندير مقارنه بيناتهم باش نعرف احتياجات والديا الحقيقيه، باش نقدر نتمتع بهذه الحريه وهذه الثقه اللي كنطمح لها. ايمان، كنتمنى نكون جاوبت على السؤال ديالك، وكنضرب لكم موعد في الحلقه القادمه مع الكوتش جيهان بوزيان وقناه اشواق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.